من عندنا خسران فحصلتي على كوبون من مستشفى السيف، اوكي؟ تستاهلين يعني. احنا نعتذر بس لان يعني لازم في ناس تفوز وفي ناس تخسر. المغني هو الفنان السعودي اخطبوط العود مثل ما يقولون عبادي الجوهر. ونسمع الاغنية بصوتك يا صالح؟ لا انا مو من هواياتي ولا من طموحاتي اني اكون مغني عزيزتي. قالوا ترى ايوه اغني؟ يا سلام، اصلا بنطلع فاصل. ليش لا عشان كنت بغني؟ بس عشان كنت بغني؟ اي لا غني، لان احنا خايفين على المشاهدين عشان يكملون يتواصلون معنا ويتابعونا. اوكي بغني في سنابي، يشوفوني في سنابي بغني. والله هني ما يخلوني احقق طموحي واغني. ان شاء الله راح نجيب على يوم كاريوكي او دي جي وتغنين كل الاغاني اللي انت تبينها. نروح فاصل ونرجع معاكم ونواصل.